تحية لمختلف وسائل الإعلام المحلية بستات، كنشكرهم على الحضور ديالهم والمواكبة ديالهم بمختلف الأنشطة المنظمة بمدينة ستات، وخاصة منها المنظمة من قبل جماعة ستات. اليوم احنا في اليوم الثاني من الحملة المنظمة من قبل الجماعة بشراكة مع شركة أوزول للنظافة وجمعية المجتمع المدني، وطبعا بمؤازرة السلطات المحلية بالمدينة. هذه النظافة كتشمل منظمة تحت شعار بيئة سليمة لصحة أفضل. اختيار هذا الشعار طبعا كيجي منسجم مع حالة يعني العالم اللي كيشهدوا المغرب، خاصة حالة ديال الكورونا، وكاين الحمد لله دابا تحسن على المستوى الحالة الوبائية بالمغرب، وهذا كيدفع بالجماعة أنها تكون حاضرة وتقوم بالدور ديالها، الدور ديالها طبعا الوقائي والدور ديالها البيئي. هذا الشعار قلت بأنه كيجي منسجم، واختارينا هذا الشعار هذا يعني الحاله التحسن اللي كيعرفها مدينه سطات، وحنا غنكونوا مقبلين ان شاء الله لاستقبال الزوار مدينه سطات في هذه الفتره ديال الصيف. وطبعا غادا تكون المدينه في حله جميله خلال الشوارع اللي اختارينا، اهم الشوارع بالمدينه اللي غادا تعرف حمله نظافه فيها تزيين وفيها الصباغه ديال الجدران وديال التطوار، وطبعا جداريات اللي غادي يقوموا بهم جمعيات ديال متخصصه في الفنون التشكيليه، بعض المواقع اللي غادي تعرف هذا. كل هذه الانشطه وكل هذه الاعمال هذه طبعا الهدف منها هو ان طرق الساكنه والزوار ديال المدينه. اذا كنتمنى يعني من الساكنه انها تواكب هذا العمل هذا وتساهم حتى هي في المساهمه في النظافه مدينه سطات، كل واحد من الموقع ديالو سواء في العمل ديالو ولا في البيت ديالو ولا في الشارع. وطبعا الاساس هو ان الابناء يعني يكونوا حاضرين في هذه العمليه وفي هذه المنظومه ديال التربيه على البيئه. اخر حاجه بغيت نقول بان جماعه سطات سنت واحد السنه حميده، وهو كل سنه كتكون جوج حملات منظمه بالتاريخ ديالها بمشاركه مختلف الجمعيات وطبعا الشركات النظافه كتكون حاضره كل سميتو، وكاينين حملات اللي كدار بشكل خاص مع بعض الجمعيات حسب طلب ديالهم. هاد السنه كنتمنى احنا في اخر ولايه هاد السنه في السنه هذه، كنتمنى ان هاد السنه هذه يعني تبقى مستمره في اللي غادي يجيو للجماعه في المستقبل ان شاء الله، وتبقى هاد السنه هذه حميده. لما لا انها تتطور، درنا مسابقه اجمل حي ضمن هاد الحملات ديال النظافه، واللي عرفت واحد النجاح كبير واحد الصيت، ويعني من خلالها يعني ولات واحد التربيه ديال يعني ديال المنافسه وديال المشاركه التلقائيه بالنسبه للشباب عموما في الاحياء، وخصوصا في هذه الفتره ديال كوفيد. اذا كنتمنى هذه السنه هذه انها يعني تستمر وتطور في اشكال جديده وفي يعني ابداعات جديده. اذا شكرا لكم وتحيه. كما قلت بان هذه الحمله غتستهدف غير وسط المدينه ومختلف الشوارع بالمدينه، نظرا يعني المدينه غتكون ان شاء الله غتستقبل يعني الزوار في خلال هذا الصيف هذا. وطبعا اختارينا شوارع باقي الاحياء يعني والازقه في يعني بالمدينه هي بشكل دوري كتستافد من الحملات ديال النظافه، وكتستافد طبعا من خدمه النظافه المنظمه اللي كتقوم بها الشركه المفوض لها العمل. وكاينين حملات اللي كيكون بشكل تلقائي مع الساكنه ومن بعض الجمعيات اللي كيداروا على مستوى الاحياء. اذا هذه حمله غتكون على مستوى الشوارع بمدينه سطات. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.